اهلا بكم مجددا، انتم تشاهدون موضوعات اس كيو ال عامه. توقعوا مثل هذه الفيديوهات كل ايام يومي السبت والاربعاء من كل اسبوع. نناقش موضوعات اس كيو ال عامه وايضا نناقش الاساسيات. موضوع الفيديو اليوم هو عن ليميت، واهميه ليميت هو انها يمكن من خلالها يمكن ان نسترجع عدد معين من القيود بدلا ان نسترجع كل القيود. احيانا في قاعه البيانات يكون لدينا الاف او ربما ملايين القيود، نحن نريد فقط مثلا نسترجع اول 10 او اخر 10، وبالتالي نحتاج لعبارة ليميت. فإذا للتطبيق العملي، اذهب لصندوق الوصف، انقر على رابط الكود الموجود في صندوق الوصف، وستلاحظ هذه الصفحة ستراها أمامك. بداية، إذا شاهدت فيديو Order By فأنا شرحت عن هذا الموضوع، إذا لم تشاهده فتابعني مجددا، سأشرح عن ماذا أنشأت في هذا في قسم Schema. فقط أنشأت جدول، هذا الجدول فيه أربعة أعمدة: الID، المعرف. لماذا المعرف؟ لأنني كتبت Primary Key المفتاح الأساسي، ولدينا Name، لدينا Date، ولدينا Other Column، ثم أدخلت به معلومات. بجهة الكويري هنا قمت ب Select كل شيء، كل الأعمدة من records، ورتبتها حسب date descending، يعني رتبتها حسب التاريخ بشكل تنازلي، يعني من الأحدث للأقدم. فإذا سأجد أن القيود تم ترتيبها بهذا الشكل. إذا أردت، لدي الآن أربعة قيود، فأنا فقط لا أريد الأربعة، أنا أريد فقط واحد، فيمكن أن أكتب بالنهاية هنا بنهاية الأمر limit واحد ورن. طبعا هنالك مشكلة، فإذا ما هي المشكلة؟ run الآن صحيح، فإذا limit one. فإذا هذا هو القيد الذي استرجعته، أول قيد من النتائج. لو أردت مثلا الترتيب حسب التاريخ ascending، يعني من الأقدم للأحدث، وأيضا limit one، سأحصل على آخر يعني القيد هذا، القيد الأول، عفوا سأحصل على القيد الأول الناتج من ترتيب القيود حسب التاريخ بشكل تصاعدي. مثلا لو أردت مثلا ليميت 2 ففقط سيعيد لي نتيجتين، جيد بهذا الشكل. إذا أردت مثلا ليميت 3 فقط سيعيد لي 3 قيود هنا بالنتيجة. بالملخص، ليميت تعيد لي عدد معين من القيود حسب الرقم الذي أعطيها إياه. 3 تعيد لي 3 قيود، 10 تعيد لي 10 قيود. يفضل أن تسبق عبارة limit في order by، ترتب العناصر ثم تستخدم limit، وأيضا حاول أن تستخدم limit دائما في نهاية الأمر، يعني بعد أن تقوم بالسلكت الذي تريد والاستعلام الذي تريد، ثم ترتب النتائج order by حسب الشيء الذي تريد، ثم تقوم بالlimit. فإذا limit حاول أن تكون في نهاية الأمر. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، ونلتقي بفيديو جديد من موضوعات SQL. مع السلامة.